هذا سؤال صحيح، ولكن طبعا كما تعلمون الغرف الدراسية ليست غرف مغلقة لساعات، وإنما هي غرف تتمتع بقدر لازم من التهوية. وأنا في الواقع أود أن أتقدم بالشكر لإخواني الموجودين معي في المؤتمر الصحفي اليوم، لأنهم كانوا جزء أصيل وأساسي في إعداد الدليل الإرشادي. فجميع الفصول والغرف الدراسية مزودة بنظام تهوية، وبالإمكان أيضا استخدام التهوية الطبيعية من خلال فتح الأبواب والنوافذ، بالتالي لن تكون هناك خطورة في مسألة البقاء داخل هذه الغرف لفترة طبعا طويلة. وكما نعلم أن العملية التعليمية هي حق، وبالتالي هناك قدر مطلوب من التحصيل العلمي الذي لا يمكن الوفاء به إلا من خلال البقاء في المدرسة وتلقي التعليم لساعات طبعا محددة، سواء كانت الدراسة من خلال التعلم عن بعد أو من خلال الحضور الفعلي. والهدف طبعا في النهاية هو أن نحن نصل إلى ساعات التمدرس المطلوبة بنهاية العام الدراسي، حتى لا يتأثر المستوى ويكون جميع الطلبة قد تلقوا التعليم القدر المناسب من التعليم الذي يؤهلهم للانتقال إلى المستوى التالي، سواء كانوا الطلبة الخريجين من المدارس والذين سوف يتجهون إلى الجامعات أو غير ذلك، أو الطلبة الذين ينتقلون من مختلف المستويات الدراسية.